مرحبا بكم معنا في المدينة الزرقاء، مدينة فشاوي. اسم المدينة الزرقاء باش ملقبش فشاون كيرجع اللون الزرق باش مصبوغين الحيوط والديور كلهم، واللي كيتم الحصول عليه تخلاط الجير مع النيلة. من نهار تأسست المدينة وهاد العادة موجودة. الاسم الأصلي ديال المدينة هو الشاون، تأسست في أواخر القرن 15 وأسسها مولاي علي بن راشد اللي كان باغي يوقف زحف البرتغاليين نحو المنطقة. المدينة استقبلت كذلك المسلمين بعد سقوط غرناطة. شفشاون واكبات العصر ديالها وحافظات على أصالتها اللي كتبان في كل مكان فيها. هادشي بالإضافة للمسجد الأعظم اللي شيدو سيدي محمد العالمي والأزقة اللي كتزيد من سحر المدينة بحال السويقة، الصبانين، العنصر وغيرها، وما ننساش ساحة وطحمام اللي تحولت من ساحة كتستقبل السوق الأسبوعي لساحة سياحية بامتياز. الزوار ديال الشاون كيحسوا أحياناً أنهم في متحف في الهواء الطلق. ستيف قول لي شحال من سنة وانت هنا في المغرب، مستقر في المغرب؟ يعني أنا أول مرة جيت المغرب أكثر من 40 سنة. أنا هلا هون بالشاون مع الهوتيل سبا الخردين عم تعلم أولاد من 8 سنين. بس أول هاي كنت يعني 16 سنين شغلي بالإرفود الرساني. كنت أعيش بالهولندا وروجي كم مرة كل سنة على يعني كنت كتمشي وتجي للمغرب الإرفود الرساني ياك؟ أي. وعلاش اختاريتي تستقر في الشاون؟ well, لو أنا جيت هيدا 16 سنين من هولندا كنت عندي جنينة بالإسبانيا. أنا بيجي من هولندا إسبانيا جيب سيارتي بيجي على شاون. أوكي. نوستريك يعني إرفود. روجي دائما من شاون، أنا من 40 سنة حبيت شاون. حبيتيها. المدينة فيها مباني ومآثر كتدل على عراقة وتاريخ هذه المدينة، ما بينها القصبة اللي كانت سكن عسكرية ومركز القيادة المولى علي بن راشد، الهندسة المعمارية الأندلسية، الحدائق الجميلة والمتحف اللي فيها يستحقوا الزيارة. لي بلانت لي كوردو موجودين فيها بكثرة، الشيء اللي كيجعل منها واحدة من أجمل مدن شمال إفريقيا. خاصكم تجيو تزوروا الشاون، تعرفوا على ناسها وعلى تاريخها العريق، وحنا غادي نتلاقاو قريب دون لو ماروك جيم.